السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله حنديرو دي ميني بيتزا بطريقة جديدة ويجو بزاف ملاح في شهر رمضان. راح نحتاجو اولا صلصة الطماطم اللي راح نخدموها مع بعض. عندي تقريبا 2 حبات تاع طماطم حتى 3 حبات، يعني على حسب الكمية تاع البيتزا. ندير معاها فصوص تاع الثوم، فصوص تاع الثوم وشوية تاع الملح، تقريبا نص مغرفة صغيرة مع مغرفة كبيرة تاع زيت الزيتون وفلفل كحل. طبعا راح نضيف شويه تاع الفلفل الاسود كيما شو درت كلش مع بعض، مازال ما قليتش. وندير رشه تاع اعشاب البروفانس، درت كلش مع بعض هاد الصلصه تجي رائعه في البيتزا. وراح نديرها فوق النار حتى تثقل لي هاد لاصوص. بالنسبه للعجينه راح نحتاجو فيها مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، نزيدو عليها مغرفه صغيره ثاني تاع سكر حرش. دائما نديرو الخميره مع السكر حرش، يعني مع الحليب، كاس حليب دافي هكا باش نشوفوا الخميره نتستوها الا تطلع ولا ما تطلعش. نخلط كلش ونخلي هذا الخليط يتفاعل. درك كيما شفتوا بعد ما خليت هذا الخليط واحد المده، نخلوه واحد المده باش نشوفوا الخميره تاعنا الا تطلع ولا ما تطلعش. راح نضيف عليها بياض بيضه ونخلي الصفار ندهن به لميني بيتزا. درنا بياض بيضه، هنضيف نص كاس تاع زيت نباتي، واللي عندها زيت زيتون من الاحسن تستعملي زيت زيتون باش تجي صحيه اكثر. ونضيف نص مغرفه صغيره تاع الملح، نصف ملعقه صغيره ملح. وراح نزيد رشه تاع اعشاب البروفانس، واللي ما عندهاش اعشاب البروفانس دير شويه زعتر ولا شويه زعيره ولا شويه رندي، شويه رند يعني تفتوه، ولا دير اكليل الجبل لانه اعشاب البروفانس راه فيها كاع هاد الاعشاب. راح نلم الخليط هذا بالفارينه، نديرو دائما الفارينه بشويه ما نديروش على مره، شويه بشويه حتى يتلم لنا الخليط باش ما نشفوهاش. في الاول نخلط غير بالفوي، راكم تشوفوا الخميره كيفاش راهي تتفاعل. في الاول نخلط غير بشوي ومن بعد نخدم بيدي. اذا نبقاو غير نلمو فيها، يعني ماشي راح نعجنوها. واللي تبغي تخدمها في البيتخان تسهل على روحها، ممكن ديرها في البيتخان باش تسهل على روحها. من العجينه لازم تكون طريه من الاحسن باش يجونا لي ميني بيتزا خفيف. دوك راح نغطيها ونخليها تخمر في بلاصه تكون دافيه. نلموها خلوها تخمر في بلاصه دافيه، مي لازم نغطوها بلاستيك وسيرفييت. بعد ما خمرت لنا العجينه كيما راكم تشوفوا، ندهن يديا بالزيت، حنهبطها شويه. راكم تشوفوا فيها العجينه شحال راهي طريه، قلت لكم خلوها طريه ما تنشفوهاش باش يجونا لي ميني بيتزا تاعنا يجو خفاف. راح نشكل كرات، من الاحسن يكونوا كاع نفس الحجم عفوا. نكورهم هكا ونحطهم في صينيه حتى نكملهم كاع بهذا الشكل هذا، ونحطهم في صينيه اللي تدخل الفرن. كما راكم تشوفوا دوك راح نستعمل هذا الباتي اللي يجي صغير لانه هو اللي راح يساعدني باش نشكل لي ميني بيتزا. كيما شفتوا نحطوا هذا الدائره تاع الباتي اللي يكون صغير، لكان كبير ما تجيش. نديروا هذا الصغير ونضغطوا به، شوفوا كيفاش تتشكل لكم لي ميني بيتزا بكل سهوله. ضغطوا مليح. عندي هذاك صفار البيض اللي بقى لي، راح ندهن به في الاطراف. البيض درناه في العجينه والصفار راح ندهنوا به. كيما شفتوا انا درت الباتي هو الاول باش هو اللي يشكل لي ميني بيتزا، ومن بعد دهنت بصفار البيض. وراح ندير لاصوص طوماط بعد ما ثقالت، نخلوها حتى تثقال مليح، طيب غير في الماء تاع الطماطم وتثقال، ونخلوها طبعا تبرد. ومن بعد نديرو هكا شويه في الوسط. نجمو ديروا هاد لي ميني بيتزا في شهر رمضان ان شاء الله مع شوربه فريك ولا حريره يجو ما شاء الله. وراح ندير في الاطراف الججلان محمص، يجوكم كيما شفتوا ساهلين ما يشدوش الوقت وخفاف. ندير شويه تاع الجلان، خليهم غير شويه وندخلهم الفوق باش يطيبوا. ما طابوا كيما راكم تشوفوا وتحمروا، راح ندير لهم فرماج غابي يعني فرماج مبشور في الوسط. نديرو هكا شويه، ما نديروش الفرماج في الاول باش ما يتحرقناش، نخلو حتى يطيبوا لنا لي ميني بيتزا ويحمروا عاد نديرو لهم الفرماج والزيتون. انا نفضل هذه الطريقه افضل. ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي ميني بيتزا تاع نهار اليوم اللي درناهم. شوفوا العجينه تاعهم شحال خفيفه، يعني تجي خفيفه وطريه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، راح نقسم لكم تشوفوا.
يعني انتم ما خلوهم حتى يبردوا باش تقسموهم. يجوا هايلين مع شربة ولا حريرة في رمضان. الى عجبوكم ديروا لي لايك لفيديو، اشتركوا معي في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.